جاي الصحراوي الملقب بالبراريك سابقا هنا في وسط مدينة تيارت يناشدون والي الولاية بالتدخل العاجل لانشغالاتهم العديدة. السلام عليكم. هذا الحي هو حي في الوراق يقولوا حي الشهيد صقاي الصحراوي المعروف بحي البراريك تاع سطات اللي مسمينها على شهيد، ورانا مجاورين المركب الرياضي المجاهد قايد احمد. رانا عندنا مشاكل، منها هذا الحي تاسس في الثمانينات، تاسس على اساس انه حي مؤقت. الحي هذا داروا حي مؤقت، قالوا بعد مده نقلعوه، داروا له كل شيء مؤقت من ناحيه الصرف الصحي، من ناحيه الماء، ومن ناحيه الغاز، وكل كاع المرافق هذه يديروهم مؤقتين. دروك احنا بعد مده بدا حي دائم. كي بدا حي دائم رانا نصيبو ماشي صعوبات، اكثر من الصعوبات. الاولى الصرف الصحي راه منعدم 100%. ثاني شيء واللي ادهى والامر، رانا من ماي كاين، راهم يقولوا من افريل. انا واحد من الحي هذا في حوالي 44 عام. 44 عام كان يقولوا باللي فيه ماده لاميونت ما خلوهاش تقعد، هذه ماده لاميونت خاطش ماده مسرطنه. درنا لجنه الحي وجرات ورسلت كل السلطات ودارت اجتماع مع كل السلطات، وحتى مع السيد الولي عنده الخبر، سيف الدائره عنده الخبر، رئيس البلديه عنده الخبر على الوضعيه المتدهوره لهذا الحي، وراه كان مراسلات وكاين مراسلات اللي تثبت ذلك. ظهرت لنا الصحافه، مختلف الصحافه على بالها، الصحافه المكتوبه والصحافه المرئيه. المشاكل اللي مطروحه في هذا الحي متأسسة على جانب واحد اللي هو لاسينيسمو، لازم لاسينيسمو تنصنع هي الاولى. عندنا البروبليم تاع لي تروطوار تاع الطرقان، ميم عندنا في ليكول هذا تاع البريمير هذا على بالك مع اسمي على بالك الدراري راهم على بالك يلبسوا بوطات باش يفوتوا ليكول، باسكو الماء راه يتحجر لهم كاع تما. راه عندنا بروبليم كبير تاع الدراري هذا. والسونتر فيل تاعك. راه يخصنا، وخصنا ثاني تاع لي تروطوار وتاع الانتيريور تاع الكارت. سيدي الوالي مرحبا بك عندنا، وشوف هذاك الكارتي كي راه جا هنا عندنا احنا الحفر هنايا مازال 2023. سيدي الوالي هنا ما عندناش لاسينيسمو، تروطوار ما عندناش، ولادنا رانا خاف ولادنا يخرجوا. شوفوا رانا في وسط البلاد، روح شوفنا، راك تخرج هاك وهاك، روح شوفنا هنايا، شوف العقليه هنا تاع الكارتي هذا كي راه داير.